السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد أول درس في الوحدة الثالثة، وهو درس قراءة اسمه فكرة رائعة، اسمه فكرة رائعة. طيب بيتكلم عن ايه؟ عن فكرة خطرت على بال مروان. طب ايه هي الفكرة اللي خطرت على بال مروان دي يا سنة؟ رابعة. ها، تعالي اقرا كده الدرس. اعتدنا أنا وأسرتي، أبي وأمي وأختي الأكبر منى، مساء كل خميس أن نجلس معا نتحدث في أمور حياتنا. طيب دلوقتي مين اللي بيتكلم؟ مروان اللي بيتكلم. بيقول لك إيه؟ بيقول لك اعتدنا. يعني إيه اعتدنا يا سنة رابعة؟ اعتدنا يعني تعودنا، اعتدنا يعني تعودنا. أنا وأسرتي اللي هم أبي وأمي وأختي الأكبر مني منى. يبقى الأسرة بقى اللي إحنا بنتكلم عليها اللي هي مين يا سنة رابعة؟ مروان ووالده ووالدته واخته الاكبر منه مين؟ منى. يبقى الاسره مكونه من اربع افراد. طيب اتعودوا ايه؟ اتعودوا مساء كل خميس، يعني كل يوم الخميس بالليل مساء، تمام؟ ان نجلس معا نتحدث في امور حياتنا، ان هم يقعدوا مع بعض ويجلسوا مع بعض يتكلموا، نتحدث يعني نتناقش ونتحاور ونتكلم في امور حياتنا. امور يعني احوال. يبقى هم كل يوم خميس بالليل بيقعدوا يتكلموا وبيتناقشوا في امور ايه؟ حياتهم وايه اللي حصل لهم طول الاسبوع، والافكار اللي هم ايه؟ الافكار اللي كل واحد ايه؟ جت في دماغه ونفسه ينفذها او نفسه يعرضها على ايه؟ على اسرته. طيب. لقد نسيت ان اعرفكم بنفسي، انا مروان تلميذ في الصف الرابع الابتدائي. مروان قال نسيت اقول لكم انا اسمي مروان، انا عايز اعرفكم بنفسي. يعني زيكم يا سنه رابعه، قدكم بالظبط. يبقى مروان اللي هنتكلم عنه النهارده هو طالب في الصف الرابع الايه؟ الابتدائي. طيب بيقول لك ايه بقى الكلام على لسان مروان يا سنه رابعه؟ لقد اوشكت السنه الدراسيه على الانتهاء. السنه الدراسيه خلاص قربت ان هي تنتهي، زي اليومين اللي احنا فيهم دول دلوقتي يا سنه رابعه، زي اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي، خلاص السنه قربت ايه؟ تنتهي. اوشكت بمعنى قاربت، يعني خلاص قربت ان هي ايه؟ تنتهي وتخلص خالص. في يوم الخميس الماضي قلت لابي هناك فكره اود ان استشيرك في تنفيذها يا ابي. يوم الخميس اللي فات ده مروان اللي بيتكلم، خلي بالك. يوم الخميس اللي فات مروان بيقول ايه؟ انا قلت لبابايا انا في فكره اود ان استشيرك في تنفيذها يا ابي. اود بمعنى اريد او ارغب، انا نفسي ان انا اخد رايك في حاجه يا بابا. تمام؟ طب تنفيذها يعني ايه سنه رابعه؟ تنفيذها يعني تطبيقها، تنفيذ يعني تطبيق، تمام؟ واستشيرك يعني اخذ رايك، يعني انا طالب منك المشوره والراي في الفكره اللي ايه؟ اللي جت في دماغي دي. ابتسم ابي وقال: انت دائما صاحب فكره جميله، ما الفكره التي لديك؟ بابا بقى عمل ايه؟ بابا راح ضحك، ابتسم كده لما مروان بيكلمه وقال له ايه؟ على فكره يا مروان انت دايما صاحب فكره جميله، صاحب بمعنى ايه؟ صاحب يعني بمعنى تمتلك، عندك افكار جميله، تمام؟ وفكره مفردها فكره يا ولاد. ما الفكره التي لديك؟ ها بقى يا سي مروان، ها ايه الفكره اللي عندك وعايز تقولها لي؟ قلت، مروان بقى اللي بيتكلم، قلت ليس هناك اغلى من ايام العمر، وقد فكرت ان اكتب ما يحدث لي كل يوم. مروان بقى بيقول لباباه وبيرد عليه لما قال له ها يا مروان قول لي ايه الفكره اللي جت في دماغك؟ قال له ان مفيش حاجه اغلى يا بابا من ايام العمر، تمام؟ اغلى يعني اثمن ومضادها ايه؟ ارخص. مفيش حاجه اغلى واثمن من ايام عمر البني ادم اللي عماله بتعدي. وقد فكرت ان اكتب ما يحدث لي كل يوم. انا بقى يا بابا فكرت ان انا اكتب كل يوم اي حاجه بتحصل لي في حياتي على مدار اليوم افضل اسجلها وايه؟ واكتبها. يبقى هي دي الفكره اللي جت في دماغ مروان يا شباب. يبقى ايه هي الفكره؟ ان يكتب ما يحدث له كل يوم، أن يكتب ما يحدث له كل يوم. طيب طبعا مين قاعد؟ احنا قلنا الأسرة كلها قاعدة، الأم والأب وأخته الأكبر منه مين؟ منى. ضحكت أمي وقالت تقصد يوميات؟ راحت الأم ضحكت قالت له إيه ده يا مروان؟ أنت قصدك اللي أنت عايز تكتب يومياتك؟ طب يعني إيه يوميات يا سنة رابعة؟ يوميات هي كل ما يمر به الإنسان على مدار اليوم. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك اكتب لي يومياتك يا سنه رابعه، انا عملت ايه النهارده؟
انا صحيت من النوم وفطرت ولبست وركبت الباص ورحت المدرسه ودخلت الكلاس بتاعي، او الاول وقفت في طابور وطلعت الكلاس بتاعي، خدت الحصص بتاعتي ودخلت لنا مس فلانه ومس فلانه ومستر فلان وادانا كذا ونزلنا عملنا كذا، ولما روحت عملت الواجب وخرجت بالليل مع بابا. يبقى دي اسمها ايه؟ يومياتي، اللي هي ما يحدث لي على مدار اليوم. طيب فهو ده اللي ايه اللي مامت مروان قالته له، قالت له اتريد ان تسجل يومياتك؟ يعني ايه تسجل؟ تسجل يعني تكتب او تدون، وانت في هذه السن الصغيره هو انت عايز يا مروان تكتب يومياتك وتسجلها وانت لسه صغير كده؟ بينما قالت اختي لقد قرات الايام لعميد الادب العربي طه حسين. راحت اختي بقى، اخت مين؟ اخت منى. طب هي اكبر منه ولا اصغر منه يا مس اماني؟ لا، هو قال ان هي اكبر منه. طيب قالت لقد قرات الايام لعميد الادب العربي طه حسين التي كان يتحدث في جزء منها عن طفولته كما يريد مروان ان يفعل. منى بقى راحت قايله ايه؟ انا قريت كتاب الايام لطه حسين. طب ايه كتاب الايام لطه حسين ده؟ او لعميد الادب العربي طه حسين. طيب احنا عندنا يا اولاد اديب عظيم جدا جدا ومشهور جدا جدا، مش بس في مصر، في الوطن العربي، اسمه طه حسين، اسمه طه حسين، تمام؟ طه حسين ده من كتر ما هو كان مشهور جدا بمقالاته وكتاباته الادبيه المعروفه، تمام؟ لقب بعميد الادب العربي، لقب بعميد الادب العربي. مش احنا خدنا في النصوص احمد شوقي هو امير الشعراء؟ يا ميس خدناه، تمام. فهو بقى في الادب، الادب اللي هو الايه؟ الشعر والمقالات والكتابات الرائعه القيمه العظيمه. احنا عندنا كمان مين؟ طه حسين، تمام. طب طه حسين بقى يا اولاد كتب كتاب مشهور جدا في العالم كله اسمه الايام، اسمه الايام. طيب كتب فيه ايه بقى؟ كتب فيه مقالات، كتب فيه مقالات ادبيه، كتب في جزء منه عن يومياته، اتولد فين، حياته اللي مر بيها ايه، نشا فين، درس فين، حياته العائليه والاسريه عامله ازاي، كل ده جمعه في كتاب وسماه الايام. فمنى بقى بتقول لهم ايه؟ انا قريت كتاب الايام لعميد الادب العربي طه حسين، تمام؟ التي كان يتحدث في جزء منها عن طفولته. يبقى اذا كتاب الايام ده كان مقسم لاجزاء، تمام؟ جزء من الاجزاء بتاعته دي سنه رابعه بيتكلم فيها طه حسين عن طفولته، يعني نشاته، اسرته، بيته، تمام؟ حياته، دراسته. طيب كما يريد مروان ان ايه يفعل. يبقى هو مروان عايز يعمل زي ما ايه طه حسين عمل في جزء من ايه؟ من كتاب الايام. قلت مين اللي قال؟ ها قلت ده مين اللي بيتكلم؟ مروان. هذا ما اريد. فعلا يا منى عندك حق، هو ده اللي انا نفسي ان انا ايه اعمله، ان اكتب الاحداث التي امر بها ثم اطبعها كتابا في يوم من الايام. انا نفسي اكتب كل الاحداث. يعني ايه الاحداث؟ الاحوال، كل الحاجات اللي بمر بيها، تمام؟ التي امر بيها على مدار اليوم بقى، ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم هتجمع لي احداث كتير جدا جدا، واروح بقى حاططها في كتاب وطابعها، طابعها يعني انسخها، تمام، في كتاب، وايه؟ واطبعها بقى في يوم من الايام تخرج للناس كلها يبتدوا ان هم ايه؟ يقروا. قال الاب: انها فكره رائعه، هل يمكنك ان تكتب يوميات طوال الاسبوع القادم ثم نقراها معا؟ لما مروان ابتدى يشرح الفكره لباباه ولمامته وشجعته منى بالكلام اللي قالته، راح الاب قال ايه؟ انها فكره رائعه، يا مروان دي فكره رائعه وجميله جدا. طب مضاد رائعه ايه؟ قبيحه. انها فكره رائعه، هل يمكنك؟ الاب هنا بقى سال سؤال، طب انت تقدر يا مروان تكتب وتسجل يومياتك طوال الاسبوع القادم؟ يعني مثلا لنفرض النهارده الخميس، هنبتدي من يوم السبت، هتقدر ان انت من يوم السبت على مدار الاسبوع لغايه يوم الخميس تسجل كل يوم يومياتك ونقراها بقى، تيجي تحكي لنا ونقراها كلنا مع بعض؟ عانقت ابي قائلا، يعني ايه عانقت يا سنه رابعه؟ ها ضممت الى صدري، يعني حضنته، حضن باباه مبسوط وسعيد جدا. قائلا: انا سعيد ان الفكره اعجبتك. ورحت قايل لبابا، او مروان قال لباباه: انا مبسوط جدا يا بابا ان الفكره ايه؟ عجبتك. تمام؟ وسوف اكتب الاحداث التي تهمني واتمنى ان تعجبك. خلاص يا بابا انا قررت ان انا هكتب الاحداث
اللي انا اللي بتهمني اللي بتحصل على مدار اليوم خلال الاسبوع كله بقى اللي بتهمني تمام، وايه وهتمنى ان هي كمان ايه تعجبك او تنول ايه تنول رضا ورضا الاسره ايه ورضا الاسره كلها. ده بالنسبه لشرح الايه الدرس. طيب تعالوا بقى كده سنه رابعه نشوف مثلا نعمل خريطه الكلمه. لو احنا هنا مثلا في كلمه يتحدث، لو قلنا هنا النوع وقلنا هنا المعنى وقلنا هنا المضاد وقلنا هنا الجمله. طيب يتحدث دي اسم ولا فعل؟ لا دي فعل تمام. يتحدث اهو فعل مضارع. طب يتحدث يعني ايه؟ ها يتكلم. طب مضادها ها واحد يتكلم عكسها واحد بايه؟ يسكت او يصمت تمام. لو جيت قلت مثلا ايه حطيناها في جمله مثلا هنقول ايه يتحدث الاب مع مروان مثلا تمام كده. طيب لو احنا مثلا جينا حطينا كلمه مثلا يوميات بس عملناها بقى شبكه مفردات يوميات وعملتها شبكه مفردات. طب اليوميات دي بيبقى فيها ايه يا شباب؟ بيبقى فيها احداث، احداث بفضل اكتبها، بكتب الاحداث دي في ايه؟ في اوراق. طب بكتب بايه اصلا؟ باقلام. طيب ببقى بلم الاحداث دي كلها وعايز اعمل فيها ايه؟ اطبعها تمام كده. ممكن نكتب حاجات تانية ايه؟ حاجات تانية كتير في اليوميات. طب لو جيت قلت لك ناخد مثلا معاني متعددة، لو جيت قلت لك مثلا اذكر الفرق في المعنى، ها في ايه مثلا جمل زي ايه؟ يسجل مروان يومياته واحط خط تحت يسجل. ولو جيت قلت لك هنا الجمله الثانيه يسجل الفريق هدفا. طيب يسجل مروان يومياته، يسجل هنا احنا قلنا بمعنى ايه؟ ها يكتب. يبقى يسجل هنا بمعنى يكتب او يدون. طيب يسجل الفريق هدفا، ها يعني ايه يسجل؟ ها يعني يحرز او يحقق تمام كده. يبقى يسجل مروان يومياته، يسجل يعني يكتب او يدون. طيب لو جيت قلت لك يسجل الفريق هدفا يعني ايه يسجل؟ يحرز يعني يدخل جول او يحقق. يبقى انا كده خدت خريطه كلمه وخدت شبكه مفردات وخدت كمان الفرق في الايه؟ في المعنى. يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله يا سنه رابعه، وان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.